تحية طيبة أيها السادة المشاهدون، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء. أيها السادة، انطلقت اليوم بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول إعداد استراتيجية لتعزيز الخدمات المناخية في موريتانيا، بمشاركة واسعة من عدة قطاعات حكومية. وتهدف هذه الورشة إلى وضع إطار وطني لمعالجة التغيرات المناخية والبحث عن وسائل وعن الوسائل والسبل الأفضل لتحسين إدارة المخاطر. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أيها السادة، نستضيف لكم الليلة المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية السيد محمد واللبات والشيخ محمد المامي، لنناقش معه الموضوع في محورين هما: ما هي أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الخدمات المناخية في بلادنا؟ وماذا عن مضامين إصدارات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعلاقاتها بنوعية الخدمات المناخية؟ مرحبا بكم من جديد أيها السادة. وقبل أن ندخل في النقاش، نتابع العنصر التمهيدي التالي. يدخل تنظيم هذه الورشة التشاورية من طرف وزارة التجهيز والنقل في إطار السعي لإعداد استراتيجية لتعزيز الخدمات المناخية في بلادنا. وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى وضع إطار وطني لمعالجة التغيرات المناخية والبحث عن الوسائل والسبل الأفضل لتحسين إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية. وسيصدر المشاركون من خبراء في علوم المناخ توصيات حول السبل الكفيلة بإحداث استراتيجيات تحد من آثار التغيرات المناخية. وتولي السلطات العمومية عناية خاصة من أجل الرفع من مستوى قدرات الطواقم الفنية والقطاعية التي تعنى بالتغيرات المناخية، ويتجلى ذلك في تنظيم هذه الورشة التشاورية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. جدًا مرحبا ضيفنا العزيز. بداية، هل من تفاصيل حول الورشة اليوم وموضوعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه الورشة اليوم جاءت كورشة تشاورية نقدر نقوله من أجل التحسيس الوضع تصور لإعداد إطار وطني للخدمات المناخية. هذا الإطار الوطني للخدمات المناخية واللي من خلاله لا يتم تعبير جميع قطاعات الدولة، جميع الوزارات، جميع مؤسسات الدولة عن حاجتها من الخدمات المناخية، بالتشاور مع الخبراء، خبراء المكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والخبراء الشبه إقليميين في المنطقة، سيتم تحديد هذه الاحتياجيات، ومن ثم يتم تحديد قدرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على تأمين هذه الاحتياجيات وينشاف العناصر المطلوب تحسينها أو تعزيزها للاطلاع بهذه الخدمات اللي مطلوبة من طرف القطاعات والتي ستستخدم لتحسين أداء هذه القطاعات من ناحية، ومن ناحية أخرى لدفع عجلة التنمية المستديمة للبلد بشكل عام من حيث ترشيد الموارد اللي كانت بدون الرجوع لهذه المعلومات المناخية، سيتم ترشيدها من خلال استخدام هذه المعلومات المناخية بمعنى آخر، وتقليل التكاليف وتحسين الأداء. فهذه الورشة كانت مهمة وكانت مستهدفة في الحقيقة. هل التكاليف الآن متناسبة مع الأداء؟ لا، احنا نتحدث عن مستقبل تقديم الشكل الذي يجب أن تكون عليه تقديم الخدمات المناخية. الخدمات المناخية يتتمثل في مجموعة من المعلومات، هذه المعلومات تتفاوت ما بين إنذارات وما بين تنبؤات وما بين أيضا نشرات. ستكون هذه المعلومات مهمة للشخص، للمؤسسة أو الشخص أو القطاع الخاص أو القطاع العام الذي سيحتاج هذه المعلومات، بغض النظر عن نوعية الاختصاص، مثلا الطاقة، المعادن، الزراعة، الصحة، السياحة. ستكون لهذه المعلومات توفر الجهد
ويمكن نأخذ عليها مثال مثلا الطيران حد ذاته. الطيران عندما تكون المعلومات متوفرة وبشكل مضبوط وبشكل جيد وبشكل سريع وفي الوقت المحدد، هذا سيوفر الكثير في التخطيط للرحلات الجوية قبل أن تذهب الطائرة وبعدين هو تكون ما ممكن عنها تهبط وترجع وتصير تكاليف. فلما نتكلم عن المردودية نتكلم عنها بشكل عام، لكن هذا الإطار وتتكلمون عن حالة مستقبلية تودون الوصول لها ليست موجودة الآن. هو احنا نعكف على وضع الاستراتيجية. الاستراتيجية الهدف منها هو خلق الإطار الوطني للخدمات المناخية، حيث تكون الأعمال التي نقوم بها والنشاط اليومي للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية يكون تلبية لاحتياجات حقيقية القطاعات الدولة، وهذا هو اللي له يعدل التكامل الحقيقي في ترشيد ثروات البلد وتسيرها في الاتجاه الصحيح وحسن استغلالها. الإطار الوطني للخدمات المناخية له يبدأ كبداية تشاورية مثلا 5 قطاعات اخترناها اليوم لتعبر عن احتياجات الخدمات المناخية ونأخذها كمثال. مثلا الزراعة كانت حاضرة اليوم في الورشة وكانت حاضرة حضور فعال، قطاع المياه كان حاضر وحضوره كان فعال، قطاع الحد من مخاطر والله زاد إدارة الكوارث الطبيعية كان حاضر وكان حضوره مميز. أيضا أخذنا حالة الصحة، وزارة الصحة ووزارة الطاقة، كانوا هذه القطاعات 5 كانوا هم اليوم محور حديث الورشة، وتم تبادل الأفكار بين الخبراء الوطنيين والخبراء اللي أيضا انضموا بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للتأطير للنقاش والخروج بتوصيات والخروج أيضا ب ب ب ب تقرير يبين خارطة الطريق التي سنتخذها لإرساء الإطار الوطني للخدمات المناخية. هذا في عجالة مثلا ما يتعلق بالإطار الوطني للخدمات المناخية. جيد، وما عن طبيعة حضور ومشاركة الهيئة العالمية للأرصاد الجوية؟ نحن الآن في هذا اليومين الأمس واليوم كانت عندنا زيارة السيد البروفيسور بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهذه الزيارة الموريتانية لم تأتي اعتباطا، وكما تعلمون المنظمة عندها 192 دولة والأمين العام هو الشخص الذي ينفذ سياسات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فالأمين العام هو الشخصية الأهم. الأهم في الورشة تقريبا طبعا الأهم في المنظمة. زيارة الموريتانية هي نوع من التعبير عن الاعتراف بالمستوى اللي وصلت له موريتانيا في تطوير مصالح الأرصاد الجوية عندها وتعزيزها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية جاءت أيضا زيارته دعم للجهود المبذولة في الأرصاد الجوية الموريتانية، والتقى بالسلطات العليا بمختلف مراتبها، والتقى بعدة وزراء ومعالي الوزير الأول كما أوردتم في النشرة، وأشاد بالجهود المبذولة في موريتانيا بشكل عام وأيضا بشكل خاص بنظرة الحكومة ومعالي الوزير الأول للأرصاد الجوية، وأدرك تماما عن العمل والجهود المبذولة في إطار الأرصاد الجوية عموما عنها لم تأتي من فراغ، عن الحكومة واعية أهميتها وتسعى لتعزيزها ودعمها. هذا هي خلاصة الرد على سؤالكم. شخص الأمين العام هو شخص من الأرصاد الجوية، بروفيسور في المجال، ويمكنه تقييم جيدا المستويات اللي يتابعها عن كثب. فالدول الأعضاء في المنظمة اللي موريتانيا عضو فيها هو يقوم بتحديث قاعدة متابعتها لدى المنظمة، فهو يراقب عن كثب التطورات التي تحصل فيها أو الاختلالات لا قدر الله، وتتدخل المنظمة عادة لتعزيز الجهود التي تبذلها الدول. فهذه الزيارة اللي كانت أمس واليوم هي في الحقيقة اعتراف من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بعن في حراك جيد ومفيد فيما يتعلق بالأرصاد الجوية في موريتانيا. جيد، وكيف تشخصون الحالة
المناخية العامة للبلد اليوم وحالة الأرصاد الجوية اليوم في ملتان؟ للحديث عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية كمصلحة مختصة في المجال، فإن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية منذ نشأتها إلى اليوم هي في تطور مستمر، سواء من خلال بناء قدراتها البشرية، تكوين كما شاهدتم اليوم في تخريج راصدين جويين، هذا التكوين هو للمرة الثانية يحدث في موريتانيا، أيضا من خلال توسعه شبكتها، شبكة الرصد الجوي اللي هي الأساس للأرصاد الجوية. لا يمكن أن تكون لدينا أرصاد جوية دون محطات رصد جوية منتشرة في كافة التراب الوطني وفي شواطئنا وفي مياهنا الإقليمية، لتكون هي المصدر المغذي الأساسي لقاعدة البيانات. هذه قاعدة البيانات أيضا هي ذاتها تحتاج إلى أن تكون قاعدة بيانات تلبي احتياجات مختلف قطاعات الدولة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية. أيضا هذه التنبؤات التي نقوم بها، سواء التنبؤات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الموسمية، هذه التنبؤات تعتمد كثيرا على هذه الرصدات الجوية التي نقوم بها في المحطات. الرصد الجوي هو أساس هذا العلم وهو أساس هذا النشاط، فبدون الرصد الجوي لا يمكن أن تعمل هيئة الأرصاد الجوية. لذلك الحكومة الموريتانية دأبت منذ أن أنشأت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في ديسمبر 2006 إلى الآن على تعزيز هذه المنظومة، حيث تم اقتناء محطات رصد جوي وتم تعزيز نظم وموديلات التنبؤ الموجودة عندنا، أيضا تم تعزيز القدرات من خلال التكوين والتكوين المستمر لمختلف القطاعات. لكن في الفترة الأخيرة حصلت بعض التحسنات التي يمكن أن تكون راجعة لسياسة القطاع بشكل عام، قطاع التجهيز والنقل فيما يتعلق بالأرصاد الجوية. يمكن القول إذن اليوم إن لدى الهيئة إن الهيئة تتوفر من الوسائل ما يعني يكفي أو ما يكفي لنقل للقيام بمهامها أو ما يتطلبه القيام بمهامها. طبعا مهام الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية محددة في المرسوم المنشئ لها، فهذه فمهمتها تحتاج على بطبيعة الحال، وهذا ليس خاصا بموريتانيا بل بالمنطقة بل بدول العالم الثالث، تحتاج منظوماتنا إلى تعزيزات كبيرة، ونحتاج في إطار تكوين الكادر البشري إلى خطوات كبيرة، أيضا نحتاج أيضا في تنظيم منظومتنا التي بشكل عام إلى تحديثات بنيوية وهيكلية. لكن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تسعى بخطى واثقة في اتجاه أن تلبي احتياجيات جميع قطاعات الدولة، أن توفر المعلومة في الوقت المناسب لكافة الشعب الموريتاني من خلال نشراتها الجوية التي تستعرض فيها التنبؤات التي تقوم بها الهيئة. الهيئة طبعا تتمتع بكادر بشري جيد، لديها بعض الخبرات الجيدة، لكن نظرا لمساحة موريتانيا ونظرا لحجم الخدمات يأتي التفكير في الإطار الوطني للخدمات المناخية، لأن هذا الإطار الوطني للخدمات المناخية احنا تحدثنا عن جانب الأول عن القطاعات تعبر عن احتياجاتها، لكن في الجانب الثاني للإطار الوطني للخدمات المناخية أيضا سيسلط الضوء على الأماكن فرص التحسين في الهيئة نفسها، في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. جيد، أذعنا خلال النشرة قبل قليل يعني خبرا عن دفعتي، عن تخرج دفعة جديدة من مراقبي الأرصاد الجوية. يعني ما الذي تنتظرون أن تضيفه، أن يضيفه تخرج هذه الدفعة من تحسينات وتطوير في عمل الهيئة؟ في الحقيقة هذه الدفعة ستساهم كثيرا في الحد من النقص الحاصل في عدد الراصدين الجويين في محطاتنا الداخلية، وسيتبع إن شاء الله بتكوينات واكتتابات حتى يكون لدينا العدد الكافي من الراصدين الجويين في مختلف
محطاتنا في ولايات الوطن. أخيرا وباختصار، هل تغطي الهيئة كافة الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية؟ تغطي كافة التراب الوطني، محطاتها منتشرة في جميع الولايات. جيد، شكرا جزيلا. إذن في ختام حلقة الليلة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، أشكر ضيفنا السيد محمد اللباتو للشيخ محمد المامي المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام كرم المتابعة، وهذه تحياتنا إلى أن يتجدد لقاؤنا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.